سيرك في رواق الاستعجالات. يتسبب في حوادث خطيرة. عائق أمام مرور حالات مستعجلة. توقفك على الشريط الاستعجالي دون ضرورة خطر على حياتك وحياة الآخرين. نظمت الجمعية الاجتماعية تفرارة بقرية إعزون بإغرم في الفاتح من نوفمبر عدة نشاطات إحياء لذكرى اندلاع الثورة التحريرية المجيدة بهدف ترسيخ هذه المحطة المهمة في أذهان الناشئة. مرحبا اسمنا تدرنا الساقينيا تدرنا الساقينيا سيني دي سوجد توليا هنا رحمة ربي يون ذنك ميسن شاهد الور تدرت لنا الساعة أزلنا 40 خامن ذي الجيرانية تفقد 26 شهداء تدرت إقناع 7 مليح ذي الجيرانية قضن رومين ألمين إسقوجين الغشين تدرت مرة تدرت موت النار تدرت النار يعزونن نرون كوني لهذور شر النظر ولا شن الرئيس انتج من تسقو الساقين اسقو الساقين نخدم في مقبرتنا كوني القيرة ودن شفوار القيرة ونسينار القيرة ذا شوت نشطوحي ثقل عمر ونظري وارا ندي تدو نرون كوني شفاد اسقو الساقين صافي 65 سنة انا 62 سنة هيا قيا اجا فرنسا الشهداء مهنا هنا رحمة ربي دايرة وندينيا يعطيكم الصحة. بحضور السلطات المحلية والمعنية قامت هذه القرية المناضلة وبمساهمة من رجل الأعمال السيد المدير العام لملبنة صومام حميطوش لونيس بإعادة ترميم وبناء مقبرة الشهداء كي تبقى معلما تاريخيا وصورة واضحة للجيل القادم لما عايشته هذه القرية وما قدمه أبناؤها من تضحيات لنيل الحرية. Thank you.
الفاتحة على أرواح شهداء الأبرار بمناسبة أول نوفمبر ذكرى 65. نترحم على جميع الشهداء، نقرأ الفاتحة عليهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. آمين، الحمد لله رب العالمين. الساكت واحد هو مضاري إلى قدر هضر، شكون ودن الزين؟ ديالي تخدم فرنسا وتشري ثني سافر. انا غايت اثني اثني سنقار قلب قاعي سنقار خامن انا غامش تهضم قراني زنقان سو حاشن تدور قا اولاد المال حزنا ولا ونحنينا الصرغه مري خامن الحيوان مره فوق الصحراء تندي تسلغ مي غدي جا كاي فانان ابار يرش تريسيتي نيكو فين كما كاين هكا كيو بيكو جي غايو المكيب كي سماح الجزائريين نسعار بغدي تصار نتا غير داخل خان سرقوا راه الشهداء في الشعب كي عزيزين او ندم الغلايا هيا راهو الشهداء غفطاو وسندار فيه فرحه ميدن ملال وسندوك وراهو النيت يوساد وسندي مجهد وداي تنسني وغريس وسندي غن لا منو نكس على السن في النيل يوساد الشعب عزيز انا طوسيك وغالقريف الى قاغف وسلك فوس ويتسمن يقويد واسيف انا خدم التاريخ انا غطاسين وغالقريف افرح الشهداء ولا ضربات يا ظني الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. الحمد لله يا رب العالمين. من حضر مقبرة الشهداء ان شاء الله هذه يا ربي ماشي تاكي تنقالو ماشي تاكي تنزورو تساد الزورو هكا كاين يعزلون اس الخدمة حشايني لا قال لا شو كان يبغي غادي لي غيدي جينا كير انا كاين غير ثاني ميزا لي غسالاي اللي على ما كي كانت قسما غلي لي دي مطول خاطر ويكير يقبوثنا كان ماشي ضحكي ضحكي الفلاس نحضر اش نحضر هذو ويكي ثورا اي نيس نخدم اي نيس نرى تجميل ماشي اللي كنا في ليك انا الجنة ماشي كنا في ليك انا الثمس ذي الفايل نسن ولا كاين هما ذا يتسالس الفلانة نخدمين ثنقو مكان محترم ذا زديان كنا قلنا دي عندي نساقير اسنين يوكر كنا راح ما ربيع ذي من زمان هذا ودنيا ويعطيكم صحة يعطيك صحة لأشارككم فرحة تشهير هذا المعلم التاريخي الذي سوف يبقى شاهدا على تضحيات اللي قاموا بها أجدادنا وأبائنا الشهداء رحمهم الله. كما لا يسعني أن إلا أن أتقدم بالشكر والعرفان إلى جميع مجاهدينا أطل الله في عمرهم، بارك الله فيكم جميعا، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أزور في الأول الله عسلم أنو نكويت زيارة إن شاء الله تنقرنت كل قدامي الدم أرثا كنا دم مليل الساقي ليث مقفر ليث مقفر من الشهداء إن شاء الله هي القدمة قدام القدمة الحسنة تقدمت ليس غش من ديال عمر نغاكويث ليس غش من ديال عمر نوين ليث مثل الشهداء أي نسن نرى دروس أي نسن نخدم دروس ميد الوجه كان دا مشطوح لي نخدم إوا كان هكا خنا مكان لن يلي ولن دايلا الساقي دوك لن ان شاء الله امكان سندي الجنة ديالنا اللي رانا كلينا بالحاج ماشي كنا ثني غيرن للفعايل نسن التضحية يتمثل وكنا قلا غادي قيمي يوم كسب حارث من ديتات الفلاس الكرا هنا كرا اش يني كدار راني يبيع يفو كو ميم غاس ونحضر راه غاس معنا حكينا غدي مولانا حكينا غدي جدودنا فين يخدمنا يخدموا عذاوي يخدم الاستعمار ديال مورثاقيا يزمو لا تيزمري سي تادير ماشي كان دلعيب هذا نار الحيوان اللي قضحان يسرغوا له الجور يسرغ الغوا فيه اولي وارثه قعدت ثلاث مسليث وكساريهن تنمير ثقيث واعطيكم الصحه. في الاخير كرمت الجمعيه بعض الوجوه الثوريه من مجاهدين وارامل وابناء الشهداء بالاضافه الى رجل الاعمال السيد لونيس حميطوش. المجد والخلود لشهدائنا الابرار.